والله أقول له يا أخي أنت شخص ثمانيني، حرام عليك. في ناس عندها مليارات ولكن بخيلة، عافانا الله، بخيلة للأسف. أنا ما راح أسامحك، لا دنيا ولا آخرة. السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من قلب أحد أشهر فنادق مدينة الدار البيضاء. كيف ما تبعتوا معنا، حنا الآن كنتواجدوا في واحد الندوة اللي متخصصة في حقوق ضحايا العنف، ضحايا العنف، يا إما ضحايا الاغتصاب أو ضحايا العنف اللفظي، تعددت الأسباب والعنف واحد. معنا اليوم غاية اللي قضية ديالها هزت رأي العام المغربي، وكنحيوها، كنقولوا لها تبارك الله عليك أنك قدرتي تخرجي بوجه مكشوف، وأنك قدرتي في حالك في حال العديد من الضحايا بوجه مكشوف وبدون خوف ولا خجل، خرجتي وقلتي أنا كنت ضحية، بغض النظر على شكون هو المتهم، ولكن خرجتي وقلتي أنا كنت ضحية. شنو بغيتي نقول لك؟ غايه، روعه. شنو اسمك؟ يعني اللي ما لا اول ما لا تالي، يعني اكيد اسمي نجلاء. نجلاء، اذا نعيطوا عليك بنجلاء. السلام عليكم نجلاء. وعليكم السلام، اش اخبارك؟ الحمد لله، لاباس عليك؟ تمام، الله يحفظك. مرحبا بك في بلادك، بطبيعه الحال ما غنقولش مرحبا بك في بلادك. تسلمين حبيبتي. شحال من عام وانتي برا المغرب؟ 30 سنه. 30 عام، وهذا هذا الشيء اللي خلى ان حتى اللهجه ديالك تبدلات. انا ما عشت بالدوله سنه ولا سنتين، انا 30 سنه تقريبا عمري كله، فانا لما ارتاح اتكلم باللهجه اللي انا تعودت عليها لا اقل ولا اكثر. نعم، 30 سنه راه عمر، راه عمر. ماشي، ما طلعت قلت انا مغربيه حتى النخاع. أم مغربيه، اب مغربي، الحمد لله. قلت لك اللي ما له اول ما له تالي. منين اصلك نجلاء؟ رباط. انت رباطيه؟ نعم. دابا 30 سنه، 30 سنه راه ماشي سهله، راه عمر. انا كما قلتي ما عرفتش علاش بالضبط، كاين واحد خصوصا باللكنه الخليجيه او اللهجه الخليجيه كيكون واحد العتاب، علاش البنات ملي كيمشيو تما. ولكن 30 عام، راه ملي كنسمعوا 30 عام راه عمر، انت شحال غادي يكون عندك في عمرك هذيك الساعه؟ مشيتي مازال طفله. اكيد. اذا حضورك اليوم لهذه الندوه. الموضوع الثاني، لما اقول لك انا عايشه 30 سنه، هذه تكفي عايشه مع والدتي الله يرحمها، ودخلت مع والدتي الله يرحمها، وراحت للجنة وهي في بلادها الحمد لله. بعد سنة وسنة ونص من الدخول، دخلنا في 10 مارس 2020 وأنا عندي أهل هناك، يعني وأمي عاشت معي 15 سنة. والبركة في راسك، الله يرحمها ويوسع لها ضيقات القبور نجلاء. فقدان الأم شي حاجة كثيرة. إذا ندخلوا نيشان في الموضوع نجلاء، وباش نحيدوا التوتر بيناتنا، الله يحسن العون. أنا حاسة بك متوترة، لأنه ماشي سهلة أنك تكوني في هذه الظروف وفي هذه الوضعية، وخصوصا الهجوم اللي تعرضتي ليه. تواجد ديالك اليوم في الندوة. نعم، أنا جيت بطلب من المحامية تبعي الأستاذة مريم الإدريسي، وأنا أثق فيها، خلاص مرت علي الرباط وشلتني وجابتني هنا وبترجعني الحمد لله. نعم، إذا حضرتي كضحية. أنا حضرت كضحية للإنسانية. أنا ما عندي اغتصاب، ولكن ولا فهم في الاغتصاب ولا أي شيء، ولكن أنا أعتبر الاغتصاب اغتصاب الـ الأخلاق، الادعاءات باسم حقوق الإنسان، الادعاءات لما يغتصب هذا الشخص حرمة الأموات ويتكلم على امرأة توفت مسنة الله يرحمها، الله يجعل مثواها الجنة ويأخذ حقها إن شاء الله، ويقول إماها ويسب ويقول شطاحة رقاصة ويقول أنا بربيها. أنا ربتني أمي اللي
اللي ولدت فيني الأخلاق والكرم أني أثق في شخص مثلك ثمانيني يعني، أو أنك كملت الثمانين سنة. للأسف أني أنزل من دولة لدولة وأنت تلح علي بالمسجات وبالرسائل وبالكلام وبالأوديوهات، وكل شيء بقي عندك محفوظ طبعا، ومع الـ مع الـ مع المحكمة، وتلح علي بالمسجات وبالكلام إلى أن نزلتني استدرجتني استدراج، وفي النهاية ضحكت علي نصبت علي. أنا أستغرب، هل أنت محتاج؟ ما شاء الله لما كنت وزير حقوق الإنسان، الآن أنا فهمت الفيلم هنا في المغرب، فهمت القصة كاملة. أشهر معدودة على أصابع اليد، أكلت لين قلت بس شبعت يعني. ولما تحديتك في شيء بسيط، مبلغ بسيط، طلعت تتكلم في الهرطقات وفي الكلام الفاضي والتمويه والتضليل وتغير الموضوع. نجلاء، ممكن نوضحه أكثر؟ هذا الاغتصاب، أنا في رأيي هذا هو الاغتصاب. نعم، لأن الاغتصاب ماشي دائما كيكون جنسي، اغتصاب للإنسانية، اغتصاب ربما حتى الثقة. ملي كتفقدها واحد الإنسان اللي وضعتي فيه الثقة وخان ديك الثقة، راه المرأة بعض المرات كتعتبرها أن كيف ما قلتي اغتصاب الإنسانية، اغتصاب المبادئ، اغتصاب العديد من الأمور، وخصوصا ملي كتجي عند واحد الشخص اللي كنا كنظنوه أنه الثقة وأنه واحد الإنسان لي في المستوى. نجلاء، باش نوضحوا للمشاهدين ديال قناه شوف تي في اكثر، كيف تم اللقاء بينك وبين الاستاذ؟ تم اللقاء، انا لولا قضيتي في الامارات وشركتي وحقوقي اقولها واعيدها، ما كنت عارف هالشخص نهائيا. ولولا اسم حقوق الانسان ووزير سابق، لا يمكن كنت حتكلم مع احدى الموظفات عندي واقول لها طلعي لي رقمه من النت. انت كان خاصك رقم ديال المحامين في المغرب؟ ما كنت اعرف، انا تعرفت عليه في الامارات، وانا في الامارات قلت لها طلعي لي الرقم، طلعت لي الرقم، تواصلت معه، نفس الكلام اللي قلته من خلال. نعم. لولا هذه القضيه الاساس، انا ما كنت بتواصل معها معها. شنو سنه تقريبا نجلاء؟ اواخر 2019. نعم، وانت كان خاصك ضروري محامي من المغرب، ولا علاش ما شفتيش شي محامي من الامارات؟ أنا عندي محاميين يا حبيبتي، مشكورة على السؤال. عموما أنا عندي محاميين أوجه لهم تحية، الأستاذ أحمد الميدور المهيري والأستاذ عبيد الفلاسي، أوكي؟ هذيل الناس فعلا أخذوا القضيتين اللي هي قضية شركتي غايتي للإنتاج والتوزيع الفني، أوكي؟ وقضية والدتي اللي عشان أني أنا ما تنازلت على القضية عند النائب العام، طلع عليها منع سفر وضبط وإحضار. الوالدة الله يرحمها. الله يرحمها. نعم. عشان هددوني وناس كبار في البلد، وأنا كنت أبي أوصل. هادشي في الإمارات. أيوة، لحاكم دبي. أنا المحاميين كسبوا القضية وعندي أحكام نهائية. نعم. وكسبت في الجزائي وفي المدني، ولكن لم ينفذ. فكان لازم في النهاية، حتى المحاميين قالوا لي إحنا وقفونا هنا في هاللاين، قالوا لنا خلاص وقفوا. هي تروح تنفذ. أنا هنا ما أقدر أضحي بحياة أمي فاقدة الأهلية لأي كان، لو مليارات الدنيا بأسرها. نعم. لا يمكن، لازم أخلي اللي كانت عندك ضد من. أنا شركتي غايتي للإنتاج والتوزيع الفني أخذت مني بالباطل بالقوة من طرف أشخاص يعني عندهم نفوذ في الدولة. أنا كنت رافعة قضية في 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 المحاكم هناك، وتحديدا في مركز فض المنازعات الإيجارية المختصة بالمستثمرين، اوكي، وبالاستثمارات اللي في دبي. وللأسف انظلمت، انا لم اتنازل في القضية، اخذت مني الشركة اللي اسستها من لا شيء، من الاسم، من اللقاء الأمني، من البداية اخذت الترخيص من وزارة الإعلام، من الدائرة الاقتصادية، أخذت المكان يعني تقريبا من أكبر المكاتب في البرج، عملت له أحلى الديكورات، يعني أسست يعني وحدة مونتاج، استوديو غنائي، الشركة كان لها يعني حساب بنكي، اللوجوهات، كل شيء from A to Z، لأني أنا أخذتها على المحارة. ماذا يسمونها هنا يا أستاذة؟ المحارة بديتها زي ماكينة كحلاب، بديتها كلها. أيوة، صيبتها. أيوة. فأنا الزيرو
اوكي حكم ان هذاك هو المجال ديالك الغناء وداك الشيء عطيتيها من قلبك ومن اللي جمعته في حياتي حطيتها في في المشروع لان هذا المشروع اللي انا احبه فحطيت كل شيء اسستها ديكورات وكل شيء عندي بالفيديوهات موجود طلع رأى صاحب البرج طمع في الشركه اخذها هي جاهزه يمكن انا لو اشتريتها ما كانت تكلفني هالمبالغ اللي انا صرفتها عليه فرفعت قضيه في مركز فض المنازعات الايجاريه اللي هي تعتبر محكمه تختص في القضايا التجاريه وانظلمت انا ابغي حقي من ولي امر دبي قلتها انا طلعوا يكلموني يقولون عني اني انا اطلب من احد انا ما اطلب صدقة من أحد وما أشحت من أحد أنا أطلب حقي وعمري ما طلبت ولو طلبت الشيوخ ما يقصرون بس أنا ما طلبت أنا طلبت إنصافي بالقانون ما يقصرون يعطوك غير حقك ما يقصرون يعطوني حقي يعطوك غير حقك بس ما يعطوك لو طلبت الناس يعني أنت طلبتي حقك أيوة أنا وقلتي لو طلبت صداقة ما يقصرون طبعا وعلى الأقل يعطوك غير حقك بلا صداقة يا حبيبتي ما فهمتيني أنا لو طلبت ما راح أستحي ما راح أخجل من نفسي راح أقول أنا طلبت من أحد ولكن تطلبتي حقك حقي اللي أنا تعبت عليه سنين اللي ضحيت اللي في طفولة في شباب في يعني مجال أنا أحبه يعني أنا ما تكلمت رايحة أتبلى على حد ولا رفع أنا رفعت قضية إلى الآن أنا ما أعرف كيف تسكرت مين اللي سكرها فأنا لما المحاميين الإخوان اللي أنا ذكرت أساميهم أوكي خلصوا وقفوا لانه خلاص قالوا لك كسبوا الجنائي اوكي الجنائي ما اقدر اطلع اسرار الناس هناك في الجزائي الشخص اللي كان مشرف على هذه المهمه انهوا خدماته وفي الشق المدني هناك مبلغ ولكن ما تحصلت على اي شيء يعني وصلوا التنفيذ قالوا لك سيري نفذي انت راسك اوكي في خلال القضية قالوا لي اتنازلي ما تنازلتي بنعمم على أمك أمي هل يعقل بالعقل يا ناس بالعقل يا مغاربة لعاد يكذب عليكم هذا الشخص بالأساليب الملتوية إنسانة مسنة سبعينية فاقدة للأهلية يعني عندها الزهايمر يعني أنا عندي وصاية من ذات الدولة من دولة الإمارات يعني مش من المغرب أيوة من محاكم دبي أني أنا الوصية الوحيدة عليها أمي الله يرحمها هل يعقل أنه دولة الإمارات تعمم على إنسان فاقد للأهلية وسبعيني ويطلعوا لي قصة أوكي ما أعرف من وين جابوها يمكن من سنة 2010 حسب ما أنا قريت ما عندها تدفع حق غرفة وصالة وأنا لما جتني الوالدة الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة كانت عندي أملاك في الدولة أملاك وأقولها الآن أمام العالم أنت تعتقدين أخت زهرة؟ فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة حبيبتي تعتقدين أني أنا أقدر أطلع في الإعلام وأتكلم كلام ما عندي عليه مستندات؟ دليل. نعم إذن نوصلوا القضية دي اللقاء ديالك مع الشخص اللي عندك معه مشكلة أرسلت لي حتى المحادثة بيني وبين الموظفة عندي موجودة هي جنبي قلت لها أرسلي لي الرقم أرسلت لي الكارت تبع مكتوبة فيه محامي أو نقيب كذا 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 اتصلت فيه نفس الوقت تواصلت معه قال لي خلاص كلميني بعد نص ساعة أنا عندي واتساب على نفس الرقم عارفك لا ما عرفني ما فيتيش تلاقيته قبل لا أبدا إطلاقا بس أنا قلت له حكيت له الموضوع أنا فنانة كذا أرسلت له فيديو كليبات أرسلت له موقع من المقري لا من وين أنا عشان يتأكد أني أنا لوكيشن الحمد لله لوكيشن أيوة هذا الكلام أواخر 2019 وبس وأرسلت له كل المستندات وبعدين ولكن سؤالي بغيت نسولك واش هو يقدر يمشي الامارات وينفذ انا ما عارفه انا مش لا انت مش عارفه القانون ديال الامارات واش محامي يجي من المغرب مثلا يقدر يمشي ينفذ انا سمعت وزير حقوق الانسان وشفته طالع يتكلم بالانسانيه وكذا فقلت انا
مسكرين علي الابواب عشان انا راجعت كل الدوائر يعني وزارة العدل الإنسان. وزارة العدل قسم الفساد الاداري هناك الديوان ما خليت مكان كل شيء ما اتذكر الان لكن كل شيء موجود عندي. يعني قلتي هذا حقوق الانسان غادي يوقف معايا غادي ياخذ بيديا وزير حقوق الانسان وكذا يمكن ان شاء الله يدخل على الخط وياخذ لك حقك ويستقبلونا هناك ويعطوني حقي وخلاص مع السلامه. نعم صافي. فبعدين قال لي ايوه انا بنزل ان شاء الله وبجيك واقسم بالله راح اجي الامارات. قلت له انا ارسل لك الان تيكت ارسل لك احجز لك هنا باوتيل اللي تبغي. قال لي لا لازم تجي الاول المغرب عشان اشوف الاوراق والمستندات وتسوي لي توكيل هنا بالخارجيه وبسفارة الامارات. قلت له والله امي مريضه وكذا المهم الح علي ونزلني. نزلت اسبوع طلعت اسبوع من تحت الارض. قلت اوكي امري لله وانا جايه عشان انا سافرت من الامارات للمغرب عشان امي لاني ما عاد تفكر في 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 حقوقي ولا في املاكي ولا في اي شيء. حنا تنعرفوا اليوم كاينه ندوه ديال الضحايا فيهم بزاف اغتصاب العنف. انت اش من صنف من الضحايا؟ اغتصاب للانسانيه اغتصاب باسم حقوق الانسان. فاش نصب عليك؟ نصب واحتيال. قضيه نصب واحتيال فاش نصب عليك؟ استدرجني قضيه تهديد. قلت لك انا نصب علي في اغراض ثمينه اشتريت له اياها يمكن انا اجيب فيها 10 محامين مثلا. في حال هاد الاغراض ثمينه ساعات كل شيء موجود ساعات شنط كمبيوتر اغراض عطور دهن عود. هو طلب القهوة السعودية كمية من القهوة السعودية وطلب الكوكونوت اويل هادشي كلشي كان كيطلبو بالرغم ان انسان ميسور وعنده كذا. هذا اللي انا مجنني للاسف. في ناس عندها مليارات ولكن بخيلة عفان الله بخيلة للاسف. لكن غير نجلاء جيبي وانت كتجيبي وعندهم بقاحة مستعدين يطلعون يضللون الرأي العام. انا ما عندي كلام اكذب. عندك كل شيء موثق؟ عندي اكذب فيه. انا عندي كل شيء موثق طبعا. انا اتحمل مسؤوليه كل كلمه اقولها. امتى عقتي وفقتي يا نجلاء وحسيتي انك تعرضي للنصب؟ للاسف 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 بعد ما صار الفاس في الراس هذا مثل الخليجي. نعم تحرش بيك معلومه واصله واش فعلا؟ نعم. كان كيرسل لك صور اباحيه. القضية ما أقدر أتكلم فيها أنا لازم أرجع للمحامية حقي. نعم الأستاذة مريم الإدريسي وأشوف إذا أقدر أجاوب على هذا السؤال. ولكن أنا أقول لك كل شيء موجود وموثق بالمحكمة بالمستندات. بس أقول لما حد يتكلم على رموز البلاد وحتى لو أي إن كان حتى لو إنسان بسيط ويلفق له تهمة إنه مصورينه في الحمام الله يعزك وفلان وفلان حد يصور حد في الحمام حد ماسك تليفون ويصور من اللي صور يعني كتسمى سيلفي مني كانش تليفوني أنا وكان صور حد ماسك تليفون الصور كذا ويصور من اللي صوره أموري بطبيعة الحال من اللي صوره. والله شوف إلا ما صيفتهمش أنا بإيدي ما ياخذهم لي تشي واحد. أنا مقهورة يعني رأفة به. والله أقول له يا أخي أنت شخص ثمانيني حرام عليك. أنت لما تقذفني أنا أو تسبني أو تنكرني أو تكلم على كمارتي ولا ما أدري شو عادي لكن خلي الحرمة خلي الأموات لا تتطرق للحرمة الأموات خلي الحرمة هي الأم ديالك رحمة الله عليها. والله ما بسامحها والله ما بسامحها وذنوبي إن شاء الله بالحق بتظهر. قدمتوا شكاية؟ قدمنا شكاية مؤخرا قدمنا شكاية ثانية بخصوص هذا الشأن السب والقذف والتهديد. نعم. أنا عندي تهديدات كثيرة منه يعني أنت متابعة ما هي أول مرة يعني قبل ما تخرجي الإعلام كانت عندك تهديدات؟ نعم من طرفه أيوة باش ما تخرجيش الإعلام وباش ما تقوليش بأنه كان كيرسل لك صور وبأنه كان كيتحرش بك وبأنه كان كيبتزك وبأنه كان تقريبا المبلغ اللي نصب عليك فيه تقريبا شحال نجلاء؟ شوفي أنا بالدرهم الإماراتي موجود في شحال تقريبا؟ في القضية في المحكمة لا بالملايين بس ما يهمني هذا ما نعرفش أنا بالدرهم إماراتي يعني تقريبا بالمغربي يعني شحال؟ يعني إذا درهم إماراتي 2.7 2.5
جوج دراهم وسبعة درهم إماراتي، وهي قضية بالملايين ديال الدراهم الإماراتية. لا. ملايين ديال العملة ديال المغرب. أيوة. ديال العملة ديال المغرب. إمتى فقتي وعرفتي راسك أنك خصك تقدمي شكاية بأن هذا السيد تعرضتي فعلا من طرفه للنصب والاحتيال والابتزاز؟ أنا نزلت والتحرش. أنا بس أبغي أوضح للناس يدورون ويقولون ويتكلمون اللي من ما أدري الناس اللي بيوديهم في داهية مع رب العالمين، اللي يشلون ذنوب من وراه هو يعني. لأنهم لا شافوا ولا سمعوا قاعدين يشلون ذنوب، أوكي؟ نعم. على الأقل على المرأة اللي توفت واللي راحت الجنة بإذن الله. أبغي أقول لهم والله نسيتيني يا بنت الحلال. واش بغيت تقولي لهاد الناس اللي كيديو ذنوب على بسببه هما هما ما عارفينش القصة قلتي؟ ايوه صحيح. ان اقول لهم انتوا لا يعني شفتوني ناس ما عندهم علاقه ما شيء ولا قابلتوني ولا اي شيء. اقول حتى لو اصغر شخص ما حد صوره، هو مصور نفسه بخصوص الصور يعني. ما ادري والله نسيتيني في شيء كنت ابغي اقول. ما عرفتش واش كنتي باغا تكلمي على شيء، صديق ديالو عنده نفوذ، كنتي باغا تكلمي على شيء؟ لا لا في صديق، له انا اشتكيت عليه، صديقه كان دائما يمدح فيه ويتكلم عنه. قنصل سابق، منذ سنوات. وذكرت اسم القضيه. تلاقيتيه معاه؟ هم اصدقاء واشتركوا في كتاب كتابه الخطاب اللي توجه للسفير، سفيرنا السيد محمد في 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 ابو ظبي، لرفع منع السفر على والدتي. هم الاثنين اوكي، ويعرفون بعض طبعا واصدقاء، ودائما يكلمني عنه ويمدح فيه القنصل، يمدح في الشخص الثاني. شنو كطالبي اليوم انا جلاء؟ شنو بغيتي؟ انا ابغي الامور تاخذ مجراها القانوني بدون اي يعني اي تدخلات، ولو يتدخلون حد يتدخل ما يتدخل صالحه، يستغل نفوذه انها كان وزير وكذا. احنا في دوله الحق والقانون انا جلاء، وانت تعرفي هذا الشيء. احنا في دوله الحق والقانون، في دوله المؤسسات، في دوله ديال الواحد مهما كان عنده نفوذ الى دار الذنب كيستاهل العقوبه. لو انت شفتي من شفتي هذه الندوه فيها ضحايا، اللي كانوا ضحايا ديال الناس اللي كان عندهم نفوذ وكانوا مشهورين وكانوا مشهورين، وراهم الان في السجن. يعني الحمد لله احنا راه في دوله اللي كتحترم المواطنين ديالها وكتحترم حقوقهم وكتحترم الضحايا، وخصوصا هذه الجمعيه دارت من اجل ضمان حقوق ضحايا التعنيف والاغتصاب، لان الاغتصاب كيف ما قلنا ماشي هو فقط ممارسه الجنس، ولكن الاغتصاب راه كيكون اغتصاب انساني، اغتصاب ديال اضطهاد بالكلام النابي، ببعث او ارسال صور اباحيه لاشخاص. هذا راه هو نوع من الاغتصاب. انا بغيت اقول لك من ساعه انه يتكلمون يقولون وين كانت من زمان، الان في 2021 طلعت. عاد جيتي كتهضري. ايوه عيب عليكم. انا كنت مشغوله وضايعه ومرفوعه مع والدتي الله يرحمها. امي عندها الزهايمر والصرع، تحتاج عنايه كبيره. انا بالعكس انا ضحيت باموال الدنيا باسرها عشان سواد عيونها، عشان خاطرها. ما بغيت اطالب بحقوقي واطلع في الاعلام. تتخيلين انت انا لو طلعت في الاعلام وسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سمع الظلم هذا اللي نزل علي وعلى والدتي ظلما، عشان احنا نبغي حقنا، بس حقوقنا الماديه، حقوقي في في في, في القضيه المنظوره امام محاكم دبي الامارات، تتوقعين انه ممكن يتخلى عنا؟ لا، هو انسان ما يرضى الظلم ولا يرضى الفساد، وقالها في أكثر من لقاء، قال الفساد في قطع رقاب، قطع رؤوس، قالها، أوكي؟ ولكن أنا اللي ما كنت أبغي أضحي حتى ولو 1%، إذا طلعت وتكلمت، لأني أنا لجأت لكل الأبواب، لكل الدوائر الحكومية، اشتكيت في كل مكان، بس مشكلتي مع ناس كبار ما كنت أقدر أوصل. هذا المشكل ديالك في الإمارات، كتكلمي على نعم. وجيتي باش تقلبي على حقوقي اللي من بلادك باش يوقف معاك باش ينفعك. باسم حقوق الانسان بس. حتى نعم. وسنه، انا احترمت سنه، قلت مستحيل هذا الرجل الكبير في العمر وطالع في هاللقاءات يدير هذا الشيء. لا، يطلع منه اي شيء ولا 1% يخليني اشك فيه. صدمتي فيه؟ لا، مو انا مصدومه الى الان. الى الان لما طلع
وغلط على امراه ميته ونكرني. ما تصدمتيش فيه في الوقت اللي كانت يعني الوقت اللي كان اول مره رسل لك شي حاجه اللي صدماتك؟ التهديد. بعدين انا لما دخلت كنت مشغوله في والدتي، توها توفت الان صار لها 4 شهور ونص، توفت تحديدا 31/7/2021. الله يرحم البركة فيها. امين امين يا رب، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. نعم. فما كنت اقدر اتحرك، فضلت معاها لاخر دقيقة. اثنين، انا دخلت في توقيت جدا حساس. انا احنا دخلنا 10 مارس 2021، الكوفيد الوباء صار في العالم بعد 4-5 ايام. يعني دخلتوا 2020؟ نعم. دخلتوا مارس 2020؟ نعم. ديك الساعه كان تم اللقاء بينك وبين الاستاذ، بين النقيب السابق ام لا؟ كانت الامور كان ممنوع، كان الحظر وال لا، كان تم اللقاء الاول ولا ما زال ما تم؟ لا لا لا، اللقاء الاول كان في اواخر 2019. نزلت انا اسبوع. نعم. وتركت والدتي هناك مع ممرضه، مع خادمه، مع سكرتيره. عم قلتي لي انك اسبوع غير شفرتو بالزز باش خليت واحد الاسبوع اللي نقدر ننزل فيه ونشوف فيه هذا الانسان اللي غادي يوقف معايا وغادي يدافع عليا. طبعا علي اني انزل، قال لازم تنزلين عشان تسوي لي توكيل هنا في وزاره الخارجيه وسفاره الامارات. نعم. تما نزلتي لي هدايا معك ولا ما نزلتي؟ كل شيء طلبه، اللي طلبه واللي ما طلبه بعد. قلتي على الله غير يقضي لي الغارة. انا قلت هذا انسان كريم، لما كنت اساله على الاتعاب يقول لي لا 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 ما بغيت والو والو، بس جيبي لي وجيبي لي وجيبي لي. جبت له كل شيء، مو بس هو اللي انا جبت له الاغراض، حتى اللي حوالينا، وما ابغي اذكر الاسامي، اقرب الناس له للاسف ويطلب مني. وطلب مني هنا لما نزلت المغرب في اواخر 2020، طلب مني طلبات حق شخص هو يعرفه، اغراض بحجه انه بيتزوج، والان يطلع يقول كمارتها والشطاحه ويماها وانا بربيها. اوكي صح، انا سويت قضيه من خلال المحاميه، السب والقذف والتهديد، بس وين حمايتي انا كامراه؟ هي كامراه عشت هذا هو دور الجمعيه، هذا هو دور الجمعيه اليوم. 30 سنه وجاية أنا هنا، وين حمايتي؟ نعم، هذا هو دور الجمعية اليوم، وربما بعض النقاط اللي هذا الشخص اللي تسمحون له يطلع ويتكلم بكل هالعنجهية وبكل الافتراءات على الناس والتضليل، من هو؟ من يكون؟ ما يبغي يتقي الله إلى الآن. شو تقولي لي اليوم يا نجلاء؟ أقول له أنا ما راح أسامحك، لا دنيا ولا آخرة، والله وحقي وحق والدتي بيضل يلاحقك في القبر بإذن الله. وأنا إذا ظلمتنك أو افتريت عليك أو تبليت عليك، يا رب يحاسبني. آمين يا رب يحاسبني في أقرب وقت. إذا هادو ما بعض النقاط اللي كنتي سجلتيهم نجلاء، أن كاين تضليل، كاين كذب، مشكل ديال الصور. تكلمت عن التضليل والكذب، وتكلمت عن الشكاية اللي الآن ما تكلمناش على الصور، قلتي بغيتي تخليهم. ولولا قضيتي الأساسية في دولة الإمارات لن أعرف هذا الشخص، ما كنت حعرفه، ما كنت ما أبغي أعرفه، ما أتمنى أشوفه حتى في الحلم، أعوذ بالله، والله ما أتمنى أشوفه حتى في الحلم. اذا غنختموا معك نجلاء هذا المباشر اللي حاولتي انك تعطينا فيه بعض التلميحات اللي ربما راها تفهمات، وانت صرحتي بها ان تعرضتي للنصب والاحتيال والتضليل والكذب وارسال صور اباحيه و رسائل. العقل يشقى في النعيمي بعقله، واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. تماما. اذا غنختموا معكم وتتبعي قناه شوف تي في هذا البث المباشر. نعم. كنتم معنا مع نجلاء اللي ضحيه ديال النصب والاحتيال والابتزاز والتحرش، اشياء مازال ان شاء الله غادي نعرفوها معها باذن الله في الشكايات اللي قدمتها الاستاذه المحاميه مريم الإدريسي. شكرا لك نجلاء. العفو. شكرا. تبارك الله عليك، مع السلامه. العفو.